جيمي، ولا محدش. جيمي عايزك بقى تكلمني شويه فنيا. بكره الاهلي هيتعامل ازاي مع هذه المواجهه على ضوء نظرتك لفريق فلومينينزي ونقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق؟ فريق فلومينينزي فريق بيلعب بمدرسه الاستحواذ يا كريم، مدرسه عكس اللعب التموضعي اللي بيلعبه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بيقف كويس، بيقف صح، وده اللي عمله قدام اتحاد جده مع استغلال المساحات ومهاجمه المساحات، الضغط العكسي الجيد من النادي الاهلي. هم بيعملوا بقى، هم عندهم قدره كبيره جدا على ان هم يستحوذوا على الكره بشكل كبير جدا، عندهم خط وسط وخط امامي مرعب، فهم عندهم القدره دي. النقطه الثانيه المهمه واهم ما يميز فريق فلومينينزي قدرته على الضغط العالي بشكل مكثف، لكن دي نقطة إيجابية ونقطة سلبية، لأن هم بيعملوا شوية والناس هتستغرب من الكلمة دي، بيعملوا ضغط عكسي صعب جدا على المنافس، لكنه ضغط بلا وعي فيما يتعلق بالمساحة. يعني في خمسة ستة بيروحوا يضغطوا تحت الكورة، فهم وجهتهم دايما مش مهاجمة المساحة أو إن أنا أغطي مساحة معينة، لا، أنا بهاجم الكورة في مكان الكورة وبهاجم المنافس في مكان الكورة. الأهلي لو قدر إنه يصمد أمام الضغط العالي والاوفر لود او تجميع اللعب باربع او خمس لاعبين في جهه واحده من فريق فلومينينزي، هيتعب فريق فلومينينزي جدا في مواجهه المساحات، هيتعب فريق فلومينينزي جدا في الهجمات المرتده. الاجنحه بتاعت النادي الاهلي هتعمل مشاكل كتير للخط الخلفي بتاع فلومينينزي، تحديدا حسين الشحات وبيرسي تاو مع تحركات من محمود عبد المنعم كهربا. سيناريو مشابه فيما يتعلق بقدره الاهلي على الترانزيشن او التحول من الدفاع للهجوم امام اتحاد جده بشكل ممتاز، لكن مغاير تماما فيما يتعلق بالبروفايل او الشكل بتاع فلومينينزي وقدرتهم على الضغط. فالاهلي امامه مواجهه صعبه جدا جدا في تحمله لضغط فرقه فلومينينزي والضغط العالي، وقدامه مواجهه متوسطه جدا فيما يتعلق بقدرته على مهاجمه المساحات والمشاكل الكتير اللي عند خط ظهر فريق فلومينينزي. فريق فلومينينزي يا كريم معظم العناصر بدايه من حراسه المرمى حتى المهاجم كلها بتتكلم على لعيبه افريج من 33 ل 35 سنه، لكن عندهم اثنين رئتين في وسط الملعب بيعملوا شغل كتير مهم، لان هم فريق كلاسيكي جدا 4-2-3-1. الاثنين بتوع وسط الملعب يا كريم اثنين لعيبه 22 سنه، اثنين لعيبه ممتازين اقوياء جدا في عمليه الضغط واسترجاع الكوره، خاصه لعيب رقم 22 اندريه ده مرشح بقوه وقريب جدا بالانتقال ليفربول سواء في الانتقالات الشتويه او في الانتقالات الصيفيه. اللعيب رقم 7 في وسط الملعب اندريه، واللعيبه بتاعت الخط الامامي تحديدا كين وكريم لعيبه مزعجه جدا جدا للنادي الاهلي، عندهم خط هجوم قوي جدا، حتى اللعيبه اللي موجوده على الدكه في الخط الامامي خط هجوم قوي جدا. فالراجل عمل حسابه لده. القصه كلها بالنسبه لي تتلخص في عنوان مهم: هل ينجح الاهلي في تحمل الضغط وتجميع اللعب والطريقه بنسميها الطريقه السلميه؟ هم بيلعبوا بضغط شبه السلم كده، اثنين لعيبه تحتيهم واحد تحتيهم اثنين. هل يتحمل الاهلي الطريقه السلميه للضغط بتاع فريق فلومينينزي؟ لو تحمل الاهلي الضغط ده خليني اقول لك بمنتهى البساطه، ان شاء الله الاهلي سيتاهل للنهائي كريم، وهيقدر انه يسجل في فرقه فلومينينزي، والاهلي عنده القدره انه يسجل بكره باذن الرحمن فرقه فلومينينزي. المباراه بالنسبه لي هي القدره على تحمل الضغط والاوفرلود اللي بيعمله فلومينينزي. محمد جمال محللنا الرياضي في رقم 10 مراسلنا في السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا جزيلا. طيب